هذا الناس كل بلاد ورسمالها واحنا رسمالنا العقول التونسية، كل بلاد وأرطالها واحنا في سبرنا من حيروش وكيفاش توانسة كان ما نفكروش وما نلقاوش الكل مشكل حل. عنا الكفاءات والباحثين اللي خليونا مطمئنين كما الدكتور بلشهب الشهباني الباحث وصاحب مشروع ابن مدنين اللي فكر وقال شو اللي خلينا نقتصده في الماء بنسبة مش بعيدة على 100%. لقى حل في نظام ري فريد من نوعه للأشجار والنباتات، نظام أثبت نجاعته اللي هو كما حقن للهواء في مياه الري بواسطة موزع هواء يتحط تحت التراب، الشيء اللي يعزز في نمو النباتات يكثف من الإنتاجية ويوفر في الماء. اختراع دكتور بلشهب تصدر قائمة أفضل 10 اختراعات من ضمن 3000 مشروع ل 52 دولة في مسابقة الابتكار من أجل إفريقيا. برشا تتويجات زادة بجوائز هامة خليت الدكتور بلشهب الشهباني يستاهل فعلا يكون معنا اليوم. عز الناس دكتور، صباح النور، مرحبا. صباح الخير ونسلم على المستمعين، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بيك دكتور بلشهب الشهباني. احنا اليوم ولينا نقولوا عنا سنوات مش عنا أشهر وحنا نحكيه على الماء والاقتصاد في الماء والشح المائي والمائدة المائية والمشاكل هذه الكل. نلقاه هكا فما مخترع تونسي وفما دكتور تونسي خمم، لكن ما خمم وحده ونقال نلقاه اللي الاختراع هذايا راهو اخذ جوائز، لكن جوائز البرة على مستوى الافريقي. الحلمه كيفاش بدات والاختراع كيفاش بدا دكتور؟ والله الاختراع هي تو اكثر لي هكا من 30 سنه. انا عام 1983 جيت نخدم كاستاذ باحث بمعهد مناطق قحله، وكلفت باش نعمل بحوث حول الموارد المائيه طبعا في المناطق الجافة والشبه جافة. وطبعا كباحث عن طرق يلزم نعرف وش موجود في العالم وش هي الإشكاليات والتقنيات الموجودة باش تمش إمكانية أن نحسنوا في الطرق الموجودة أو نخترعوا. في هذا الإطار أنا ركزت في 30 سنة التالي على خاصة استغلال الموارد المائية. مثلا نحن في الجنوب الأمطار ما تجيش برشا، ولكن في بعض الأحيان وقت تجي طهمة كما قلنا الأمطار هذه في العوض تضيع وتمشي للبحار أو الاستباغ، ثم إمكانية أننا يا إما في السدود الصغيرة من نوع الطوابي والجسور بالوسط والجنوب أو البحيرات الجبلية في الوسط والشمال. أيوة. يعني الماء وقت يجي وتشد الطابية ولا السد إذا يقعد هكاك يتبخر، يعني ما يمشيش للتربة متحنة خطة مطين. وإذا تمنا في طريقة جديدة باش نحقنوا هالمياه متاع السدود ومتاع الطوابي في التربة تحت الأرض، يعني 50 سنتي وتحت الأرض، باش هكا التربة تشد الماء وتخليه لمدة طويلة حتى 3 و4 سنوات خاطر بعيد عن التبخر. طبعا باش نحقنوه اقتبس، يعني اخترعنا الموزع المردوم. موزع المردوم هي آلة تردم حوالي 50 سنتي تحت مستوى الأرض، يجيها الماء من فوق عن طريق أنبوب وتوزع الماء تحت 50 سنتي فما تحت. ولذا مثلا نعطيك مثال، مثلا احنا جات امطار غزيره وعندنا سدود تملاو في سبتمبر او اكتوبر، ناخذ المياه ونربطوها بالموزعات اللي موجوده تحت الاشجار جميع انواع الاشجار، ونخلي الموزع يعطي الماء تحت سلطه بمعدل 5 حتى 8 لترات في الساعه، يعني بصفة مسترسلة مدة شهرين أو 3 أشهر. واضح. شهرين إذا الموزع يقعد يعطي الماء شهرين، يعني تأكدنا إلا يعطينا ما تحتاجه الشجرة لمدة 2 سنين. وإذا 3 أشهر عطينا للشجرة مدى
ثلاث سنوات شنو معناها؟ معناها أي. إذا سناها عنا مطر ما شاء الله وحقنا أي. ثلاث سنين الجايين ولو جفاف الأشجار ونحقنا الماء عندنا الريزيرف معناها دكتور عندنا ريزيرف تاع الماء تحت اللوطه والشجره تنتج كانها مرويه. واو هذه حاجه يعني حقن الماء وتخزينه لفترات الجفاف. اي الحاجه الثانيه نوزع المردوم او المدينه به هو للري يعني لري الاشجار والخضروات. والهدف هو كيف كيف نفس العمليه انك وقت اللي تسقي تحت 50 سنتي بالنسبه للاشجار عندك صفر تبخر اول حاجه يعني تعطي 100 تيترا الشجره تستنفع 100 تيترا اذا تعطي 100 تيترا بالقطره قطره عندك 60 حتى 70% من الماء يتبخر. هذا ضياع. ولذا ثانيا وقت تسقي بالمرض المريض ما عادش عندك الحشيش اللي هو ياخذ الماء يعني بتاع الشجره ذاك ويخلق مشاكل بتاع امراض. وحاجه اخرى وقت تسقط الموزع المردوم هو احنا في الوسط والجنوب المائده المائيه عامه مالحه يعني 3-4 جرامات وقت نسقط ضربه 3-4 جرامات بالتنقيط كل لتر تتبخر تخلي 3-4 جرامات. وقت تسقي نفس نوعيه الماء يعني 3-4 جرامات بالموزع المردوم ما عندك حتى تراكم تاع املاح ما ثماش تبخر. شيء كبير يعني نقارنوا قطره قطره والموزع المردوم يعني احنا 70% اقل استهلاك من القطره قطره. واضح دكتور شهباني بلشهب الاختراع هذايا دكتور فاز ب 12 جائزه دوليه. وينو في تونس دكتور اليوم هذايا هذا ما يظهر لي حل جذري حل جذري وسحري سحري الكلمه نستنى فيها لمشاكلنا الكل دكتور. اسمع والله هي قودوا في الميدان هذا النورمال ما في تونس ما دام الاختراع تونسي من البحث العلمي جاي من البحث العلمي والمصنع على خاطر هي التاريخ كيفاش انا كنت 27 سنه في معدن القحله وتوصلت للاختراع وعملت براءه اختراع ومن بعد طلبت باش نشري براءة الاختراع من الدولة ونأسس مؤسسة اللي هي حاليا موجودة الشركة اللي تصنع الموزع المردود. نورمال ما وقت يبدأ المنتوج في السوق ويظهر سلاحة تتبنى الموزع المردود. هذا النورمال ما هذا ما صارش علاش؟ ثم ناس في وزارة الصحة أنا ما نسمحهمش هم يعني وقفوا البروسيسيوس لعدة ما نعرفش علاش. المهم وقت لي المنتوج خرج للسوق أنا طلبت باش وزارة الصلاح تتبناه وتعطيه منحة الاقتصاد في مياه الري. بالعكس أنا وقت عليه المطلب رفضوه وقعدت 5 سنين وأنا نحارب وبوها باش أخذيت المنحة. هذا ماهوش معقول. وحتى قضيه المنحه راهو ما ثماش تسهيلات على المستوى المركزي. يعني نورمال ما الدوله عندها التقنيه هذه تولي تفرضها هي كدوله. احنا نحكوا مشاكل المياه وجفاف وكل شيء ولكن ما همش هنا المسؤولين السياسيين طمحين. على كل ماهوش مشكل انا خليه هو احنا نحبوا بلادنا تستفاد. نحبوا الشجرات التوانسه الكل معناها يكونوا مسقيين بالنوع هذا خاصه لو كيف نحكيوا على جوائز دوليه 12 جائزه دوليه نحكيوا على يعني اختراع يتصدر قائمه افضل 10 اختراعات من ضمن 3000 مشروع ل 52 دوله مانيش نسالوا زعما الاختراع هذا يمشي ولا ما يمشيش نسألوا وينو بلادنا من هذا وين وزارة الفلاحة عاودت طلبت من وزارة الفلاحة تبني المشروع ولا لا ولا سلمت دكتور لا ما سلمت برافو عليك. في السنوات الأخيرة يعني العامين الأخرين يعني في إطار السياسي الموجود بعثت
رسالة إلى وزير السلاح. أي. بعت رسالة إلى رئاس الجمهورية وقلت لهم راني أنا مستعد باش نعاونكم في نظرة استراتيجية لاستغلال الموارد المائية ومكافحة الجفاف. ما جاوبني حتى حد. ما جاوبني حتى حد. على كل مش مشكلة أنا هاني بشوية للجوائز هذيك التونس أنا بقولها قبل ما تونس. ومع الجوائز فما شكون حب يشري المشروع؟ فما دول البرا حب تتبنى المشروع؟ والله باش يشري المشروع أنا بصدد نقاش أي؟ مع ممولين أمريكيين باش يدخل معايا في رأس المال وتولي الشركة عندها صبغة عالمية باش نعملوا مصانع في مختلف دول في العالم في افريقيا في امريكا. هذا بسبب نقاش مع شركه كبيره وقتها باش تولي الشركه هذه التونسيه بتولي شركه عالميه ان شاء الله. وباش تاخذ براءه الاختراع التونسيه معناها شو ما لهم الشركه حتى بتدخل معايا التسمية باش تقعد هي نفس الشركه بتدخل معايا في حوالي 80-48% من راس المال الشركه هم 48% وانا مشرف عليها ان شاء الله. ولكن المهم هو ان ما توقفناش على الموزع المردود. انت تذكريك كلمتي على حقن الهواء. اي حقن الهواء مع ماء الري هام جدا وهذه تقنيه جديده عالميه وهامه جدا خاطر احنا ديما نقولوا نحرثوا باش نهوي الارض اذا نعطوا الماء أي. والارض طينيه تما مشكله. احنا مع الماء نحقن الهواء في قالب فقاعات صغيرة دي نانوبيلو والفقاعات صغيرة هذه تمشي مع الماء وتخرج من الموزع المردوم وتمشي في مستوى التربة وين موجودة الجذور وتهوي التربة. ولكن أهم حاجة هي شنو هدفنا؟ نحن الماء به تهوي كل شيء خارق العادة. ولكن لا ننسى أن ثم كائنات حية دقيقة ما تتعايش مع الجذور وتاخذ حاجات من الجذور والجذور تاخذ من الكائنات الحيه. تم يعني توافق مع بعضهم احنا باش نسروا هالتبادل ما بين الجذور ومع الكائنات الحيه. ومن بين الكائنات الحيه تم كائن حي هو بكتيريا مختصه في تبديل يعني تعرفي اللي 70% في الهواء هو ازوت والشجره حاجتها بالازوت باش تعمل النمو والثمار. واللازوت احنا نعطوه الامونيتر نسموه ويشكل ساعات مشاكل. احنا هاللازوت تاع الهواء واحد نحقنوه في قالب نانوبيل يمشي للطرقة نحقنه في نفس الوقت هالكائن الحي البكتيريا اللي اسمها ازوتوبكتير دورها انها اولا تنمو وحدها في الطرقة وتاخذ لازوت تاع الهواء وتبتله وتعطيه مباشرة للجذور وتتغذى منه شجر. هذه حاجة جديدة عالميا وما تمشي كان مع الموزع المردوم. ما تمشي كان مع موزع المردوم. موزع المردوم هكا اسمه هي الموزع هي. المردوم جوتا جوت انتري المردوم لا على سمح بقوله ما جوتا جوت انتري ديفيزور انتري سمحنا ديفيزور انتري لا على خاطر كلمة مردوم احنا مشاريعنا الكل مردومة. الله لا اسمع انا على الكلمه هذه لا من قبل السلطات والناس اللي يلزمها تخمم الغدوه. راه قاعدين نحكيوا يا جماعه اليوم في عز الناس نحكيوا على ناس غدوه وتونس غدوه وصغارنا ومستقبلنا وفلاحتنا ومانا ورينا وامننا الغذائي. راهو موضوع كبير برشا. راهو نحب نفسر للناس اللي قاعده تسمع فينا راهو نحكيو على مئات السنين القدام مش 10 و20 سنة. راهو توا دكتور بلاشها بيحكي لكم على مئات السنين القدام. نحكيو على الامن الغذائي راه اي قلت لك اي قلت لك واضح يا دكتور واضح دكتور بلاش الشهباني. انا نحب نشكرك برشا دكتور وقد ما نشكرك وشويه وشكرا ليك على خاطر بك انت وبالناس اللي كيفك مازال فما امل في هالبلاد هذه مازلنا ننجو. عندك اي نعم عندي سيد عميده صباح النور خويا صباح النور مرحبا. والله انا كاني نحلم مانيش مصدق اللي نسمع فيه.
انا العميد توفيق ديدي نتبع في مساله الري هذه من زمان ونعرف التقنيات الكل ونعرف الري بالبطح والري بالاسبيرسور ونعرف الدنيا كل ونعرف اللي احنا في بلاد يعلم ربي يعلم ربي كل نقطه ماء مش مصدق نسمع فيها. انا عمري ما سمعت بالمشروع نتاعك والحكايه دي غريب وعجيب. المفروض راه هم يجريوها في جرتك توا. اذا انا توا باش نقترح على السيد وزير الفلاح ونعرفه يسمعني انه يكون معناها مش لجنه ما نحبش لجنه نكرهها اللجنه فريق من الخبراء يجي يشوف المشروع نتاعك وانا متاكد ان نعرف الرجل بعد يصحوا له ويقولوا له وي خاطر نعرف ايش قاعد يصير. توا ناكد لك اللي مش يقبلك شخصيا ويعيط لك لاني وراها 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 تغيير جذري لمنظومه الري في تونس على خاطر الحق نعرف. نعم سيد العميد بالله نتدخل انا يعطيك صحة واقتراحك في موقع وانا مستعد لذلك ولكن قريب للساقط غادي في البرجين عندنا ضيعة مثالية يعني بسبب الانجاز. انا نستدعي السيد وزير الفلاحة باش يجي يشوفها وشوف الموزع المدني ونشوف حق من شوف النتائج كل شيء موجود. ناكد لك باش توصل له باش يجيك نتاكد لك ناكد لك لاني اعرف الرجل. انا مستعد لكل عمل جماعي من اجل تونس صالح تونس ولصالح البلاد. شكرا لك دكتور بلشهب الشهباني. دكتور عسل انا شنو نقترح اذا كان المشروع فوندي سيونتيفيكمون والسلطات التونسيه لا فاليدي يتنحى يقعد في تونس وهذا حكاية الأمريكان وحكاية الواحد نستفادوا به نحن قبل الناس كل. أما يلزم زادة كما قال سيد العميد يلزم يقبلوه هذا ونشوفوه توا راجل يتكلم أبارمون واثق معلوماته فاهم أموره واش قاعد يعمل اللي انجينيور دكتور معناتها نورمالمون سي اون ريفيرونس سيونتيفيك مرجع علمي ما فيها باس كان نقبلوه ونحطوا زادة نحن معناتها لي كومبيتونس تاعنا تاع وزارة الفلاحة بور ايفالوي معناتها البروجي هذايا يشوفوه فزابل في تونس مش فزابل اكسيتيرا. واذا كان فيه الشروط الكل ناخذوه نحن ما تتبناه وزارة الفلاحة تتبناه الدولة التونسية وهذايا اون بلوس يحل مشاكل التوانسة يحل مشاكل قاعدين نعاني منها ونشكي منها على يحل سنين. مشاكل فهمت معناتها عنا فيه مصلحة جستمو في كلمة معز تحياتي سي شهاب. أنا حبيت نحكيو على المعهد مناطق القحلة تاع مدنين وهذا معروف راهو المركز هذا والمعهد هذا معروف بعديد بالتقدم التكنولوجي اللي قاعد والبحوث اللي يعملوا فيها في مجال الماء في زمن وباش نعرفوا اللي وقتها ياخذ 12 جائزة دولية معناها راهو مش يعطيو في الجوائز هكاك يفرقوا فيها بعد ما تثبت من القيمة العلمية للاختراع ولهنا فما معناها راهي متابعة وكل شيء. دونك أنا بالنسبة لي أنا ومعمول عنده 30 سنة وقتها ما كانش عندنا أزمة عماء وقت احنا امن الماء وقت ولا امن قومي يترجى اعطيوني خويا تو نخدم وانا نطور ونعمل شركه. انا شو نقول لك سي شهاب البلاد هذيا بلادنا الكل وانت عندك الحل الفتره اللي توا راهو معناه باش نقاو على الاقل جزء من الحلول. حكينا على الزيتون مرة فات في اكبر ضيعه في تونس مات بالعطش واحنا عندنا التكنولوجيا هذيا نحكيو على مشاكل نقول لك ما تسلمش ونقول لك انت راك صاحب حق. وانا بالنسبه لي انا ومن المنبر هذايا ومعناه ونتبع مع سي راهو بالنسبه لي انا اللي ما يعطيش وضنيه سي شهاب في الوقت هذايا ومن بعد بدا يتشكى ويقول عنا الماء وما عنا ازمه عماء وما عنا الماء وكذا كذا كذا بالنسبه لي انا اللي هو خان الامانه. وانا بالنسبه لي وانا اعتبر اللي الدوله في الموضوع هذايا خلينا نقولوا حطان البرأه هذايا في القجر راهي قاعده تهلك في الشعب وتهلك في البلاد. كلمه فقط كلمة هدايا باهي باهي. أثلجت صدورنا سي لشهب وحقنتنا اليوم بجرعة كبيرة من الأمل. بون كوراج مراد. أنا نجم نضم صوتي صوت سيد العميد ومعز كيف كيف زاد نداء إلى سيد وزير الفلاحة حتى يقبلوا ويشوف المشروع نتاعو بما أنه هو ماخذ 12 جائزة. دونك 12 جائزة اللي ماخذهم راهو فيهم براءة الاختراع نتاعو فيهم الجدوى معناها نتاع المشروع هذايا وإن شاء الله يرى النور وإن شاء الله تحيا تونس. تحيا تونس وشكرا عندي دكتور. سامحيني عندي تدخل ما عندي فصل بيه ميسيش دكتوري أي. كلمة أخرى تفضل. أنا راسلت مدير ديوان الأراضي الدولية ما عندي عاملين مشروع كبير باش ينقذوا الزيتين نتاع اللي موجودة في الصحراء. إي وقت رحت عليه أن
ناخذوا ضيعة مثالية عندهم الفلوس فهميني مليح باش نعملوا موزع مخدوم من هنا ومن هنا القطرة القطرة والبطح ونوريهم في ظرف عام الفرق إلى حد الآن نتماش جواب. وإذا أنا المسؤولين مديرين عامين وزراء هم المسؤولين اللي ممكن يتدخلوا ونغيروا كل شيء. وإن شاء الله صوتك يكون وصل ونحاول نوصل صوته. نعم سيد عميد. نعم نعم. خاصة للسيد وزير الفلاحة ولديوان الأراضي الدولية. 37 دقيقة فاصل ورجعين في ناس الديوان.